تمكن عشية اليوم فريق السريع غليزان من التفوق على فريق شباب باتنا والظفر بنقاط المباراة التي كانت بدايتها لصالح أصحاب الأرض، حيث تمكن اللاعب الضيف من فتح مجال التهديف في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول ومن تسديدة قوية. قار بعد ذلك من جانب الشباب كاد أن يضاعف النتيجة بعدما كان وجها لوجه أمام الحارس. الشباب يتمكن بعد ذلك من الوصول إلى شباك الزوار، لكن من وضعية تسلل واضح. رد فعل الزوار كان في الدقيقة 30 وتسديدة نمديل فوق مرمى الحارس جبارات. وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق ومن كرة ثابتة، عجون وبكيفية جميلة يتمكن من تعديل النتيجة. وشوط أول انتهى بالتعادل، هدف في كل شبكة. المرحلة الثانية أبناء غليزان تمكنوا من إعادة سيناريو الهدف الأول عن طريق نفس اللاعب عجون ومن كرة ثابتة خادعت الحارس جبارات، وكان ذلك في الدقيقة 48 من زمن المباراة. الزوار كانوا الأحسن في هذه المباراة وتمكنوا من إضافة الهدف الثالث لصالحهم في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب نمديل. وفي الوقت بدل الضائع تمكن ميباركي من جانب الشباب من تقليص الفارق لينتهي اللقاء بفوز منطقي لسريع غليزان على نتيجة 3 أهداف مقابل هدفين.